تكلمت عن الايفر ميديا اكستريم كاب يو 3 وفعلا شلون احترمت الجهاز هذا وفضلته على اي قطعه تسجيل ثانيه. عموما انا طبيت بال HD 60 اللي هو الالجاتو HD 60 وراح اشوف له فائده فعلا يملا الفراغ عندي هنا محطه الفضاء الخارجي. فتعالوا خلينا نشوف جهازي اللي هو الالينوير M18X شلون راح استغله او استغل الالجاتو او اسخر الالجاتو انه يسجل من الجهاز هذا نفسه. مثل ما تلاحظون هذا هو جهازي مبني كأنه دبابة، وفعلا هو نزل اعتقد نهاية 2012 نهاية 2011، وهذا طبعا مركز الانتاج اللي عندي فراح استغله طبعا مركز الانتاج انه يسجل من الجهاز هذا نفسه، وفعلا راح ينفعني حيل. عموما انا استمتعت بالجهاز هذا قاعد اسجل يعني في معظم الفيديوهات اللي انتم تشوفونها من الريفيو والامور هذه او الليتس بلاي، وفعلا نفعني الجهاز هذا حيل وحصلته بسعر يعني رخيص ويساعد يعني حق امور القناة. استايل الجهاز حلو مرعب وهذا الشيء اللي محببني فيه، مع العلم ان موديل القديم هو احسن موديل. طبعا الموديل الجديد يعني ما دش راسي حيل، بس الموديل القديم هو الاحسن كشكليا وانظر وارتب بالنسبة لي. انا احب منتجات Alienware من ناحية اذا كانت منتجات القديمة، بس منتجات الحديثة ما ادري شلون. عموما راح نستخرج الصورة من HDMI out، وكذلك هم بعد راح نستخرج الصوت من مخرج الصوت نفسه بالجهاز. في مخرجين صوت راح نطلع واحد حق الجهاز نفسه والثاني حق سماعات اللي انا استعملهم على اساس اني العب. فتعالوا خلينا نبلش. طبعا البي سي فيه العاب حلوه، العاب واجد حلوه ودي العبها، طبعا مو العاب يعني الحديثه، الالعاب القديمه. طريقه التركيب تاخذ الاتش دي ام اي توصل بالجهاز نفسه وتوصل بالجاتو. بعد عندنا مخرج الصوت لازم نشتغل عليه اللي هو نوصل اوديو جاك، اعتقد ما ادري كم مليمتر بس ينفع اي يعني صوت يعني ميل تو ميل على قولتهم. وهذه الإليجاتو طبعا راح نوصل الاوديو جاك نفسه في القطعة بما انه يقبل يعني اوديو جاك نوصله كذلك، وهم بعد نجيب ال HDMI N ونوصله بالقطعة وامورنا تمام. جاء الوقت ان الحين نوصل القطعة عن طريق الـ USB بالماك نفسه وابلش عملية التسجيل اللي انا بي. فهذا المطلوب يعني مثل ما تلاحظون شب الجهاز ليت بين عندي. فالستاب الحين كامل ومستعد حق تسجيل الألعاب اللي أنا بيها أو يعني إني ودي أتكلم عنها بالمستقبل القريب من ناحية الألعاب والأمور هذه. وهذا برنامج الإلقاتو شاب، الشاشة الثانية مستعدة كذلك للتسجيل، وهم بعد يعني الأمور طيبة ولله الحمد، هذا اللي أقدر أقوله. أما بخصوص السماعات أنا كلمتكم أنه راح ينغمت الصوت من السبيكر، ولكن راح استعمل سماعاتي رايزر أساس أني أسمع فيهم وأشوف الأمور هذه. انا راح اخليكم مع مجموعة الالعاب اللي انتم راح تستمتعون فيها. هذه لعبة Red Alert 2 مفضلة عندي، تعالوا شوفوا الكواليتي وتعالوا شوفوا اداء اللعبة بشكل عام. Sir, yes sir. Locked and loaded. Commander, good morning. We've successfully instituted the President's Emergency Lazarus Protocol. I'm Lieutenant Eva, the intel officer assigned to your command. And since you're the only commander. Establishing battlefield control. Stand by. The Soviet Navy is attacking the Statue of Liberty. We can't let them get away with that. Sir, is there anything you can do? Incoming transmission. Tanya here. Listen up. We got a couple commie dreadnoughts in the harbor looking for a special sightseeing tour of the Hudson River. I say we give them a very special view of the bottom first. Battle control online. Unit promoted. Unit promoted. Take it, baby! On my way. On my way. I'm on. Primary objective achieved. Locked and loaded. Incoming transmission. Oh, have one radar.
I offer a special invitation to citizens of United States from the great Soviet Union. See. مثل ما شفتوا طريقة التسجيل جدا سهلة، ما حرق كرت الشاشة عندي او حرق يعني بروسيسور الجهاز والسوالف هذه. في بعض الناس انا عارف بيسألوني ليش ما تستعمل شادو بلاي اللي موجود داخل انفيديا والامور هذه. شادو بلاي ما للاسف يعني ما يشتغل على الجهاز هذا، لانه فعلا هو هذا جهاز اصداره 2012 او 2011 كذي، فانا استعين بالجهاز هذا اني العب العاب البي سي فعلا، يعني مو القديمه حيل ولا هذا، يعني فعلا في العاب طافتني من فتره 2007 الى يومكم هذا، العاب واجد يعني كانت حصريه على البي سي وطافتني، وفعلا يعني حبيت اني اشوفها اجربها العبها. بس انا ذاك الفتره ما كان يعني البي سي اللي انتم تبونه يعني قوي والامور هذه كلها، انا مع الماك وقاعد افكر يعني شلون اسوي فيديوهات والامور هذه. فجاء الوقت الحين اني اعطيكم انطباعي عن بعض الالعاب القديمه اللي انا حبيتها وكذلك يعني موجوده وحصريه وخصوصا على البي سي. فاللي شفتوه اللي انتم شفتوا الطريقه هذه، الطريقه هذه راح تساعدني حيل اني ما احرق كرت الشاشه او اخلي الجهاز يعني يستهلك طاقه اذا كنت تسجل فراب او تسجل ما ادري شنو وتستعمل برامج داخل الجهاز. فكل شيء امور التسجيل يدور خارج الجهاز والجيم بلاي داخل الجهاز، وطبعا مثل ما شفتوا الالغاتو على الماك شيء حلو تقدرون تستعملون الالغاتو مع جهاز ثاني تسجلون هم بعد مع الويندوز، اعتقد مع الويندوز كذا مع الويندوز اساسا يصير، بس انا استغليت الفكره هذه على اساس دايركت اسحب قطه بالانتاج وخلص مرحله الانتاج وهذا اللي يصير. عموما اتمنى ان الفيديو يعجبكم، لا تنسون لايك بالفيديو وشير حق الفيديو ومشاركة القناة أو تسوون شير حق القناة بكل مكان إذا حسيت أن الفيديو هذا لكم فائدة. وبعد الأهم والأحسن اللي هو أنكم تشتركون بالقناة على أساس توصلكم أشياء جديدة، وإذا طافكم شيء تقدرون تروحون تراجعون الفيديوهات اللي موجودة بالقناة. فهذه رسالتي النهائية، لايك سبسكرايب وحط رأيكم بالكومنت وفيفورت، وبإذن الله أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.